أي برنامج برنامج من أحد البرامج الموجودة ويعتبر من أقدم البرامج هنا دلوقتي في كريديت بيلدينج بروجرام حوالي 2006 دفعة 2012 كانت أول دفعة ثورة. إحنا البرنامج بتاعنا بيلدينج إنجينير هو برنامج بيني بين قسم إنشاءات تحديد وقسم عمارة. نبتدي معاكم في الهدف طبعا معانا اولا احنا دايما بنتعلمنا على الخريج مستواه لازم هو يبقى مميز دايما لكن عين شمس كان من ايام اساتذتنا يعني عين شمس بالذات في تطبيق للوائح باستمرار في اتصالات دايما مع الشركات بره واحنا اغلب الستاف اللي بيدرس بنهم استشاريين تبقى عنده خبره بالسوق وخلاف الخبره الايه؟ الاكاديميه. الفريق عندنا في السوق هو مهندس مدني. بالتالي تحت اي مسمى بصرف النظر للتخصصات الدقيقه اللي بيطلعها هو لازم عندي مينيموم كريتيريا اللي عندها لازم يبتدي المهندس يشتغل عليها. معنى اختلف شويه عن عماره او مهندس معماري طبعا عنده خيال اوسع يجيب من خياله ويبتدي يحط على رسومات ملامحات. المهندس المنشائي مشكلته ازاي يعمل اناليسيس يحول الكلام ده الى الحقيقه والواقع ويبتدي المهندس يبتدي ينزل ويبتدي ينفذ الكلام ده على الطبيعه. بالتالي مش خيال لازم يكون دقيق في حسابات جديده. مفيش حاجه اسمها حسبتها صح او حسبتها نص نص او يعني عملتها بطريقه صح بس النتيجه لما صححتش بالرقم هسقط. كل الكلام ده شغل اكاديمي جوه الكليه، لكن لو بصينا للواقع تمام ما ينفعش المهندس ينشئ يغلط. غلطه في الحسابات كيف ما بين الدرع شوف نصف القطاع شوف يعمل تاني يحصل لها فيلير تيجي ممكن يكون اخطاء تنفيذيه فتكون اخطاء في المصر. وبالتالي اللي بيحب الاناليسيس وبيدخل في الاناليسيس اهلا بيه ويخش في بيننا. تمام؟ احنا عندنا في البرنامج بتاعنا الحقيقه في البرنامج بتاعنا في 180 جريد الاول طبعا الجزء الاولاني الترم الاول في الفريشمان والترم الثاني هم جنرال بتدرس فيه كوليدج ريكوايرمنتس كالكلاس 1 وكيمستري مش عارف ايه الكلام ده من قبل بخلاف الهيومينكس كورس بتاعتك. بعد كده من ده من سوفت مور تبتدي تدخل على ستراكشر اناليسيس تبتدي بقى اقساط ستراكشرز زي ما بقول احنا برنامج بيني بيننا وبين عماره. بالتالي متوقع اي مهندس انشائي يمكن دي نختلف شويه عن المينستري فيها هيدرس سيرمان وهيدرس اتش باك وهيدرس اكوستكس ولايتنج. وبالتالي هو اوير اثناء الديزاين بتاعه بمسارات ممكن يبقى عارف مسارات ضغطات يعني ممكن يقول لك ايه عندي مسار ضغط تحت السقف تحت فتحه في قمر هو فاهم ممكن يختار السيستم بتاعه اللي هيشيل الكلام ده اللي يواكب متطلبات التخصصات التانية سواء السيرمان او الاتش باك او كهرباء او لايتنج والحاجات دي كلها. فبالتالي بتاخد بعض الكورسات اللي هي في مجالات اخرى زي الكهرباء والميكانيكا بتاعها لحد جينيور هو المستوى الثالث. عندنا فريشمان سوفمور جينيور وبعدين سينيور وان. سينيور وان الترم الاولاني بتكون خدت معانا كل الكورسات استراكشر اناليسيس كل كورسات البيزكس بتاع ديزاين اوف ريفورس كونكريت ستراكشر زي الريفورس كونكريت ستراكشر يعني انا اوصل لمرحله ان انا اقدر اصمم فيلا صغيره عماره خمس ست ادوار اقدر اصمم مدرسه انشائيه. تمام؟ بعد كده بيبقى من سينيور 1 الترم الثاني بتبتدي تتخصص ثلاث تخصصات دقيقه
الصوت الدقيقة معانا انت لحد الليفل ده مهما رحت في اي تخصص انت في الاخر برضه هيبقى عليك لانك مهندس مدني وهتستطيع ان انت ايه تصمم اي مبنى تراديشنال مدرسه ممكن. دي بتيجي تخصص ثلاث تخصصات دقيقة. احنا الاعداد بتاعتنا خلال الثلاث سنين الاخيره برضه ابتدت تزيد. عندنا ثلاث تخصصات دقيقه بقى في الترم الثاني بتاع السينيور، عندنا خمسه الكتف كورسز تمام تدي لك التخصص بتاعك يا اما تخصص ستراكشر انجينير ده ديزاينر 100% تمام، يا اما كونستراكشر مانجمنت يا اما انفيرمنتال انجينير. عندنا ستراكشر انجينيرنج ستراكشر هنا بقى بتدي له خمس كورسات الكتف تخصصيه، ناخد ديزاين سبيشال ستراكشرز الووتر ستراكشر ووتر تانكس سيرفس ريفوليوشنز الاسطح الكهربائيه، يبتدي ياخد ديزاين تاثير اللاترال فورسز الليزر على الاير رايز بيلدينج، يبتدي ممكن ياخد ديزاين اوف بريدج. الحاجات دي كلها مش اي مهندس يشتغل فيها، وبالتالي احنا لحد ليفل العام يقدر اي مهندس من اي تخصص من البلاد دول يخش في الديزاين مباني تراديشن، مباني تخصصيه بيخش معايا في ستراكشر ديزاين بلس بروجكت 1 بروجكت 2 سيريز ديزاين. ثلاث كورسات في البروجكتس طبعا بتبتدي معاك في البروجكت الصغير مشاريع التخرج في الليفل الاخرين، بيبتدي بنعلمك فيها الاول ازاي تطلع رسومات تنفيذيه انشائيه لمبنى صغير ده في البروجكت الاولاني الترم الاول. الترم الثاني لا، الترم الثاني بقى ببتدي اجيب لك مباني كتيره مالتي بورد ستراكشرز بيلدينجز، ممكن تكون مثلا مولز، ممكن تكون فندق، ممكن تكون مجمع محاكم في قاعات الدوله على ستاتس كبيره تطلع فوق في غرف الدوله وهكذا وهكذا. يعني ممكن تلاقي في مباني متعدده مثلا زي الفنادق، ممكن تدخل تحت تلاقي صالات افراح على ستاتس كبيره تطلع فوق في غرف المطير ستاتس بتاعتها تبقى صغيره مش كده؟ يبقى دي انا بقى ابتدي اتكلم على نوع ثاني من الستراكشرز درست في الكليكتف مالي ساعدني في الديزاين. ده بالنسبه للستراكشر، الستراكشر مانجمنت هي كل الكورسات برضه قبل السينيور ما نزعلش الحكايه دي. عندنا ثلاث كورسات مانجمنت جنرال. ثلاث تخصصات وبالتالي لو كنت ستراكشر مش انا ما افقهش شيء في المانجمنت. لا، لكن لو احتاج شغل بعد كده تخصص او يعني كورس زياده ممكن يعني في دراسات ثانيه خارجيه او اخرى او دورات ثانيه. لكن كونستراكشن مانجمنت بياخد خمسه الكتف كورسز في الكونستراكشن مانجمنت وبلس طبعا بروجكت 1 وبروجكت 2 سيمسترز. طبعا بيبقى مميز لدرجه المشروعات دي محتاجه تواصل مع اولا محتاجه كتير جدا منها طبعا هو ثلاث دايما فاكتورز بتاع اداره المشروع يبصوا له ازاي يوصل للبروجكت بتاعه وينجزه اسرع وقت ممكن طبقا للبرنامج الزمني دي باقل كوست واعلى جوده. طبعا الثلاثه دول بيبقوا صعب تحقيقهم الا المهندس الشاطر. فبياخد الحقيقه عندنا ثلاث كورسات جنرال بلس خمسه كورسات كونستراكشن مانجمنت اللي في البروجكتس، ودي طبعا بتديله خلفيه وسكيلز كويسه جدا بالنسبه للمانجمنت. لكن قبل ما نخصص مانجمنت هو برضه يقدر يصمم في مبنى تراديشنال. بياخد كورسات صعبه زان ستراكشر زان ستيل ستراكشرز، بيتكلم عن الماتيريالز طبعا الخرسانه اللي احنا بنستخدمها ايه كماتيريالز ميكانيكال بروبرتيز زي ما هندسها في مودرن بيلدينج ماتيريالز. دلوقتي هنا في السوق بنستخدم ماتيريال جديده زي الاف ار بي والكربون فايبر في اعمال الريبير. مش كل حاجه طبعا منشات جديده، احنا نسمع مثلا ترميم مباني اثريه تمام، ما ينفعش انت تخش الخرسانه ادخل على مبنى اثري اعمار يبوظ شكله. في ماتيريالز متطوره لازم ادرس الماتيريال دي امكانياتها او ميكانيكال بروبس ايه هي وازاي اعمل ايه بتاعها. عندنا كورسين كونستراكشن 1 كونستراكشن 2 جنرال للكل تمام، في اعمال التنفيذ الكامل واعمال الريبير والشدات بقى مع كتير من الشدات سواء مباني تراديشنال او مباني سبيشال. طبعا كلنا بنمشي بنشوف شدات خشبيه ممكن نسميها شدات تراديشنال اللي هي اللي مباني في المات العمارات الصغيره اللي تنفع الشده دي ان انا اعملها في كوبري. طبعا لا، اذا في
سبيشال ستراكشر اللي هي الشتات هتنفع للعمليه في مبنى 25 دور او حتى زي برج البيت اللي عملوا شتات خشبيه وطلعوا بيها؟ مش عارف. تمام؟ اذا اكيد استخدموا شتات تحت كرسيين ستراكشر 1 وستراكشر 2 كرو كيز كرو بير للستراكشرز المعروفه. انفيرومنتال انجينيرنج ستراكشرز التخصص ده مال شويه اكتر للعمارة زي ما قلت البرنامج اصلا برنامج بني بين ستراكشر بين عمارة مال اكتر للعمارة بيدرس اكتر الاكوستكس واللايتنج والكواليتي اير الاندور اير كواليتي مع خلفيته كويسه جدا في اعمال تصميم الاستراكشر انشائي استخدام الماتيريالز المختلفة اللي هي مثلا احنا عندنا قرى كتير في الأقصر مثلا كان في قرى وتهجير ناس من البر الأرضي زي القرية مثلا زي قرية القرنة ازاي تستخدم يعني بدأت مثلا المصانع اللي كانت بتصب كلها في الدلتا فوق فإن أنا أحول حديد تسريح من الدلتا عشان ينزل ليها ينشر الكره تحت مكلف جدا وابتدي طب المنطقه هناك منطقه جبليه استخدم ازاي الماتيريالز الموجوده هناك في عمل الاستراكشر بتاعي اذا انا ممكن استخدم الكوبري تمام اقدر استخدم الحجر في اعمال ايه البن اقدر استخدم يوفر اوفر بياض اوفر تكلفه نقل اوفر ملائم للعازل للحراره ملائم للطبيعه الكلام ده بيدرسه اكتر مين بتاع انفورمات لكن هو برضه ديزاينر برضه يعرف يصمم النقوش ده بياخد كورس ماسونري بياخد ادفانس كورس ماسونري تصميم جروبين ستراكشر تمام دول الثلاث دقيقه بيخشهم اعتبارا من الترم الثاني من سينيور يعني سينيور بلس سينيور 1 وسينيور بالنسبه سوق العمل طبعا بالنسبه للعلمي مش هنتكلم عليه كل المشروعات الفوقيه هي فتره الصناعه الدور الصناعات اللي تحتها تمام داخلين على مدن جديده اعمار جديده كل ده محتاجين سواء ديزاينر او كونستراكشن انجينير يعني مشرف على التنفيذ مشرف على التنفيذ او اداره المشروعات كل ده محتاجينه في السوق في الفتره الحاليه وفي الفتره المستقبليه المدن كتير قوي كل فترة لازم تطلع طفرة في مجال البناء سواء بقى أنفاق سواء كباري سواء بنية تحتية سواء استراكشرز مدن سكنية وهكذا إدارية وخلافه وبالتالي احنا عندنا مجال السوق مفتوح بالنسبة للتريننجز احنا طبعا بنهتم بيه بصفة عامة احنا عندنا شركات بنحاول طبعا عملنا بروتوكول الصيف اللي فات مكاتب استشاريه كبيره بنحاول ان احنا برضه نبعت فيها طلبات تتعلم بعضهم راح وتدرب ورجع دلوقتي هي بنقدر ان احنا نسال فاحنا مجال كبير طبعا